مهم جدا بيؤكد فيه تسارع نمو الاقتصاد المصري ل 5.3% خلال 2018. وانا عارفه انه هنا في ناس كثيره ممكن تستغرب، يعني تقول لك ازاي الاقتصاد بيتحسن والاسعار حاصل فيه كده والتضخم اصبح يعني ياكل جيوب المصريين بهذا الشكل. خلونا نرجع للمؤشرات، وربما في حلقه لاحقه ان شاء الله نبقى نتكلم في الشان الاقتصادي ونتكلم في جزئيه انه قصدي البنك الدولي، وحتى لو يعني البنك المركزي عندنا في مصر هنا او يعني يعني مؤسساتنا الاقتصاديه المنوطه باصدار التقارير تقول لنا او بتصدر بيانات تقول لنا ايه هي معدلات نمو الاقتصاد المصري وخفض الدين العام وكل هذه المؤشرات اللي بتخلينا نقدر نعرف احنا النهارده واقفين فين بالظبط. الحقيقه انه البنك الدولي بيؤكد انه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى، ودول المعدلين عندك 4.6% و5.3% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019. البنك الدولي أصدر بيان أمس الاثنين أنه من المتوقع أيضا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% من السنة الحالية في السنة الحالية 2016-2017 اللي بتنتهي طبعا 30 يونيو، وانه ده مدفوع بشكل رئيسي باستثمارات عامه وايضا صافي الصادرات اللي شهدت انخفاض من 4.3% في السنه السابقه، ودي كمان نقطه مهمه جدا. في حقيقه تصريح بيؤكد او راي او بعض الاراء بتؤكد انه احنا صادراتنا اعلى لانه لما انخفض قيمه الجنيه فبقى دلوقتي اي مستورد بره مصر خلاص بالنسبه له ده احلى حاجه في الدنيا انه يستورد من مصر دلوقتي، لانه هو بيستورد دلوقتي بسعر قليل جدا بعد طبعا تدهور قيمه الجنيه المصري بهذا الشكل. دي نقطه. وزي ما بقول لحضراتكم يهمنا جدا كمان نطرح سؤال نقول نسال فيه الخبراء ومن يعني هم على درايه بامور الاقتصاد اذا كانت هذه هي بيانات البنك الدولي وان هناك انتعاشه في الاقتصاد المصري، لماذا لا يشعر بها المواطن؟ بل بالعكس، لماذا تزيد الاسعار؟ لماذا اصبح التضخم ينهش في جيوب المصريين الى هذه الدرجه؟ طبعا التضخم هو ارتفاع الاسعار. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف، الحقيقه مش هنستنى الحلقه الجايه، ناخد مع بعض على الهاتف الدكتور مدحت نافع نائب الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا دكتور. مساء. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور. احنا تقرير البنك الدولي بالامس يا فندم اللي صدر بيؤكد انه في عندنا نمو في الاقتصاد المصري بوتيره متسارعه من الى 4.6 و5.3% في السنتين الماليتين 2017 و18 ده نبدا نشعر بيه امتى يا فندم؟ يبدا يسمع عندنا هنا بقى في الاسعار وقطاعات الاستثمار المختلفة في مصر امتى؟ طيب، بس الاول شيء من الايضاح لما تناولته الصحف المصرية بان البنك الدولي سيصدر ان شاء الله النهاردة 3 PM 3 يعني عصرا الورد ايكونوميك اوتلوك ل 2017. الورد ايكونوميك اوتلوك ل 2017 النظرة العامة للاقتصاد العالمي في 2017. ما يتم تناوله الان من ارقام لم يصح عنها بعد، لكنها وردت في الاوتلوك الخاص بابريل 2017 واللي تناول الاقتصاد المصري. احنا بنجيب الارقام والتقارير من الكنترول روم يا فندم. لا اخفض الارقام اللي حضرتك جبتيها، انا جايب شكرا. انا بس برجع لاصل الخبر من تمام. جرائد المصريه، يعني جرائد المصريه بتتناول الامور من دون ايضاح، فانا بحاول اساعد من خلال نافذه حضرتك المحترمه نوصل للناس المعلومه طبعا. كامله طبعا ما تبقاش منتقصه طبعا. فبالحقيقه بالفعل التقرير ايجابي، والتقرير بيشير الى تحسن في الاداء الاقتصادي مشفوع بامور كثيره ومؤشرات كثيره. ما أريد أن أوضحه أن البنك الدولي لا يأتي بهذه الأرقام من عندياتي، هو يعتمد على البيانات التي ترد إليه من البنك المركزي في المقام الأول بالزبط. ومن الوزارات المصرية المعنية. بالفعل هو يرصد سيناريو أكثر تفاؤلا، لكنه يضع أيضا عشان برضو نوضح للناس ونوضح لصانع القرار المصري التشالنجز أو التحديات والمخاطر التي تعترض هذه الرؤية الإيجابية. على سبيل المثال، يعني حينما يتحقق مثلا نمو في نهاية السنة المالية الحالية ب3.9 هو اقل مما كان متوقعا، لكن هذا مفهوم ليه؟ لان احنا دخلنا على خطوات اصلاحيه كان لها تداعيات اقتصاديه كبيره اعترف بها الجميع، فربما كان ذلك وكان ذلك ايضا مشروعا بتراجع في حجم التجاره العالميه ادى الى تراجع مثلا عائدات قناه السويس وما الى ذلك وتحويلات العاملين ايضا في الخارج.
لكن المهم ان احنا بنقول ان كل ده النمو بتاع السنه دي اللي هو هيصل الى 3.9% في افضل الاحوال هو مدفوع بشكل كبير بالاستثمارات العامه والانفاق الحكومي. كنت يعني تحدثت الى وزير الماليه في اخر مؤتمر دشن فيه الموازنه التقديريه 2017 2018، قلت له ان ما يقلقني ان الانفاق العام ينخفض، خصوصا الانفاق الاستثماري العام ينخفض لصالح تخفيض عجز الموازنه، ولاحظت ان ذلك قد يكون معوق لوقود النمو، وهذا امر لم يلتفت اليه البنك الدولي فيما يتعلق بالرؤية القادمة أو لم يلتفت فيها على الأقل في تقرير إبدي. فنلاحظ مثلا أن احنا وقود النمو يجي منين؟ استثمارات عامة أو خاصة أو استهلاك. احنا للأسف الشديد كنا معتمدين على الاستهلاك كوقود للنمو فترة طويلة جدا، والإنفاق الاستهلاكي نفسه تم تثبيته أو تم أو تخفيضه بشكل كبير جدا نتيجة الإجراءات الإصلاحية، يعني ضريبة القيمة المضافة، رفع الجمارك، فالاستهلاك بشكل عام قل. أقل غصبا عن الناس، مش عشان احنا عايزين يعني ندعم اقتصاد بلدنا، لأنه الناس مش قادرة تشتري السلع دلوقتي بالأسعار دي. صح كده، إذا هناك ما يحبط أو يثبط الاستهلاك. طيب يبقى انا قدامي ايه؟ الاستثمار، عشان خاطر انا عايز النمو يحصل بقى، فانا قدامي الاستثمار، عندي استثمار عام واستثمار خاص. الاستثمار العام انا قللته بقى للسنه الجايه، يعني اذا هذا الجانب كوقود للنمو قل، يبقى انا قدامي ايه اللي فاضل؟ العنصر الوحيد اللي انا هشتغل عليه بقوه هو الاستثمار الخاص، ده اللي انا ممكن ابني عليه تصورات النمو والاحتمالات المقدره بانها تصل او تزيد عن 5%، يبقى انا ما عنديش بديل عن اني اكتذب استثمارات خاصه، وفعلا مؤشرات الربع الاول ل 2017 كانت جيده، وزادت الاستثمارات الاجنبيه المباشره بشكل كبير، لكن انا يهمني ايضا الاستثمار الخاص المحلي اكثر من الاجنبي بصراحه. لانه هو ده اللي بيضغط بشكل اقل على ميزان المدفوعات. يعني احنا دلوقتي لو عايزين ندي روشتة الى المجموعة الاقتصادية نطالبها بالاهتمام بالانتاج المحلي والاستثمار المحلي اكثر حتى من الاستثمارات الاجنبية، لانها هي التي تدفع سريعا عجلة المدفوعات، صح كده؟ اشكرك، ونزود على كده مش بس انها بتدفع بهذا، انها كمان تخلق فرص عمل افضل، انها تحسن من مستويات الفقر بشكل كبير، انها تحسن من مستويات او تحقق التنمية المستدامة بشكل افضل والنمو الاحتوائي بشكل افضل، هي دي اللي احنا لازم نعتمد عليها. وانا سبيلي الى هذا مشروعات الصغيرة متناهيه الصغر، الناس بتنسى متناهيه الصغر وبتركز على المتوسط. لا، في ناس يا فندم، حضرتك قلت نقطه في منتهى الاهميه، انا كتير الحقيقه عندنا هنا في صباح دريم بنناقش موضوع المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه وغيره، في ناس ليها اراء بتقول لك انه يا جماعه متناهيه الصغر دي ملهاش مردود كبير على الميزانيه العامه الموازنه العامه للدوله، الكلام ده صح؟ بتستوعب 80% من العماله، لو دخلت القطاع الزراعي 80% من العماله، يبقى بتساعد بقى عن طريق التشغيل والعماله. طبعا دي مهمه جدا، ازاي ان انا ما استخدمهاش؟ اذا كان الصين بنت النموذج بتاعها على هذا النوع من الصناعات اللي احنا بنسميها صناعات غير السلم اللي غرقت العالم صادرات، لكن انا وفر له كل الوسائل اللي تخليه ينتج بشكل افضل، واللي تخليني احتويه جوه الاقتصاد الرسمي عشان يسمع عندي، يبقى انا احتويه مش ان انا ادفعه ضرائب. طيب انا عندي هنا أكيد. واستفيد برضو من خبره حضرتك يا فندم، انا عندي هنا تصريحين يعني قالهم الدكتور علي حجازي وزير التموين، عايزه معلش سريعا اخد راي حضرتك فيهم بس نفهمهم، يعني نفهمهم بس. دكتور علي مصلحي كان قال مؤخرا حاجتين يعني مهمين قوي، قال لك انه ربما يدعو او يفكر في التسعيره الجبريه، وانا عارفه انه موضوع التسعيره الجبريه هنا ناس كتيره جدا من الخبراء الاقتصاديين رافضينه تماما، لانه كل ارائهم انه هذا يتنافى تماما مع اليات العرض والطلب واليات السوق، وان يبقى السوق حرا وما فيش حاجه اسمها انك تفرض تسعيره جبريه، دي نقطه. والنقطه الثانيه يا فندم على موضوع المقاطعه، كان الحقيقة ليه تصريح وده كنا هنقوله بعد شوية بس نقوله بقى بما ان حضرتك معانا على التليفون، كان بيقول انه المقاطعة قد تكون فعالة من وجهة نظري كمواطن. هنا برضو الناس بدأت تقول لك هو احنا بقى يعني وصلنا كده، هو يعني معالي الوزير طالع بيقول لنا يبقى احنا كده مش قادرين نعمل حاجة، خلاص قطعوا بقى علشان التجار يضطروا ينزلوا الأسعار. بتشوف القراءة دي ازاي يا فندم؟ طيب خليني برضو اعيد الجملة الشهيرة لاشهر اقتصادي او احد اشهر الاقتصاديين في العالم ميلتون فريدمان، قال ايه؟ قال نحن الاقتصاديون لا نعرف الكثير من الاشياء، لكننا نوقن ونعرف كيف نصنع ازمة في سلعة ما، كيف نصنع ازمة، ازاي تصنعي ازمة بقى؟ ان تضعي لها سقفا للسعر،
او تضع لها سقفا اعلى او 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 حدا ادنى. يعني التلاعب بالاسعار او وضع سعر معين او وضع تسعيره جبريه هو ما يخلق ازمه في اي سلعه في الدنيا. هتلاقي على طول السوق السوداء اتخلقت، هتلاقي على طول السلعه اتهربت واتباعت في سوقين، والسوق الموازيه والاسعار التاكل الكلام ده كل شيء هتبوظ، كل شيء. طيب اذا ده حل فاشل، يبقى ده اول حاجه احنا بنتكلم فيها. لكن احنا بنقول في حلول كثيره وتناولناها في اكثر من برنامج، وطبعا قد لا يتسع طبعا المجال لمناقشتها دلوقتي، لكن على الاقل بس احب اسمع كده بالظبط الهيد لاينز. على سبيل المثال تفعيل القانون، تفعيل القانون ازاي ان انا افعل، مش بعرفش اقول اغير القانون زي ما كل شويه حد يطلع يقول نغير القانون، هنفعل اللي موجود الاول. هو القانون يعني موجود بس يتفعل يطبق. اوكي يعني. ده نلزم البائع انه يحط سعر، اللي بيحط السعر ده ما يقدرش يغيره كل يوم. هنعملها ازاي يا فندم؟ حضرتك متخيل يا دكتور مدحت مصر فيها داخلي 92 مليون دلوقتي، بالخارج مصر 100 مليون، وصلنا 100 مليون. حضرتك متخيل يا فندم عندنا كام 100 ألف بياع وتاجر تجزئة وتاجر جملة وسوبر ماركت ومحل. جميل جميل. يبقى إذا أنا أضع الضوابط الرقابية بتاعتي وفقا لهذه المحدودية. محدودية إيه؟ أنا عندي مفتشين قليلين، يبقى أنا أضع ضوابط ذكية تساعدني على أن أصل. طيب إذا قولا واحدا وهو القول الفصل من الناحية الاقتصادية، لا يوجد ما يسمى بالتسعيرة الجبرية، ما ينفعش نطبق ده، والعالم كله ما ينفعش نطبق التسعيرة الجبرية، لأنه الباب الأول والرئيسي الذي يفتح على طول في الدولة لدخول الأسعار الموازية والسوق السوداء وغيره، صح كده؟ طيب معلش دكتور مدحت الخط قطع، اتمنى ان شاء الله تكون معانا قريبا كده تقرا معانا الاقتصاد وتفهم تفهمنا الدنيا واقفه فين بالظبط بينا عشان نفهم برضو، لانه الحقيقه انه تصريحات وزير التموين